تقريبا موقف تقريبا ها كنا في البر حنا وعندنا عزيمه ذاك النهار والارض ديك تونا نازلين فيها وباكين جنب بيت الشعر كله عشان ايش عندنا عزيمه وزي كذا عشاء والعيال اخواني يطبخون شابين نار نار في الجار زي ذاك على محل فاكين البيت الشعر الحين تزارين حاطين قدام كذا الجار والمطر يرش علينا يرش علينا يصب وحنا ناخذ اي حزه الغرب احنا ناخذ الجره راح نحطه بالنص وحنا نروح وحنا نشتغل نحط تيازير نركبه مره ثانيه على ما دخل علينا ده هم جا وزانا زي الحزم الما يجينا مع عنده فهمت ايه ونحط لنا زي ايش اسمه ذا ايش اسمه عقم ولا زي ايه زي العقم الصغير وذا عشان ما يجي كلمه فهمت احنا قاعدين نشتغل ذا وخلصنا شغلنا كل شيء وجانا ضيوف اللي بعد صلاة العشاء وتعشونا وعلينا بالخير الحين نظبط الامور طيبة اي النار مزين منها الحين تك زي كذا زي جلستنا الان اي جلسة حلوة وسوالف وانا من يومي بس انا اقول ما اكتب ابيات بس انا اقرش فهمت؟ ها تفشل ها اي كذا بس فهمت على النار استانس واضحك اقول اخواني يطقطقون علي ونمزح مع بعض زي كذا شوي اخوي الصغير قال داب قلت ايش؟ قال داب شنو الدار؟ ثاني كذا ما لقى شيء. هي وين؟ تحت الوجار متفه وراقده بعد دفا. ايوه وكان الجو برد. ايوه في الدفه مسكينه بيت دفا. ايوه عظم ابو حزم الله يسرعك. الله يسرعك كان برد الليل وزي كذا زي جالس نديو. احنا عينها. قال اخو واحد من اخواني يلا قوموا. نبان قال حركها تظهر نذبحها. واحنا نحركها. وهي تظهر. وهي تنزل راح بعدين ايه ما يب صغيره اللي تمشي على جنب ولا لا مو من جنب سيده زروق ايه يزبل ويروح عنا وناخذ يومين ثلاثه ما لقيناه هذا دورنا قلنا لازم نذبح هذا بيذبحنا فهمت لازم نذبح هذا كان الليله كان ابوي ساري معنا اكتن ما اخذ راح تنتد فهمت ندورها ما لقيناه وبعدها بيومين او ثلاثه واحد من اخواني كان عندنا قطعه غنم عندها زين ويعاين لسلبنا يكرمكم ها ياخذ وينقز وينبح لسلب سمينا جرو زين يا انا ما اكله كلو عندك ما ياخذ جايب جايش ولا عندك ربو يا شيخ سلامك شو اسمه ذكرني سيف شو اسمه ذكرني اعطيك ياخذ وينقز الجروة ذي وتنبح يعاين اخوي ولا يلقى قدامه الداب نفسها تقول عنده ومنا يا رب الجيل قايته زي كذا من تبخه ما كانت تلقى عادي لا هو يحط رجله يم ابوي بيعلمه وما مدى دخل على ابوي لا هي قايته زي كذا داخلت عليها الله يقطعها لا يفحضن واحد من اخواني والله العظيم افحضن واحد من اخواني ذي عاهد ذي والله العظيم ابوي قم من شنو قال خم عمر من شنو وبي ياخذ المسحه وزان المسحه هذه تعرفها اللي ذيك اللحمه بدي وبي يصبها ذاك لراسه قايل عند اسمه ترى في حديث او اثر يوم سبحان الله سبحانه وتعالى اللي حماهم في البر ترى في حديث او اثر انه اذا درست في مكان ان تحده بعصا تمام وتعود نفسك واهلك واللي بتدرسون سبحان الله ما يقربك هل هو حديث او اثر؟ لكنه شيء حقيقي يعني. اتوقع ذي معلومه لا هو حديث او اثر لا معلومه اثر عن الظفر اللي لونه بني وزي